طاهر شريعة سينمائي تونسي تولد في صيادة من ولاية المنستير في 5 جانفي 1927، تقرن اسمه بمهرجان أيام قرطاج السينمائية لأنه هو اللي أسس المهرجان هذا عام 1966 واللي تواصل حتى لليوم، وحنا سنة نعيشوا الدورة 27 من جي سي سي ونحتفلوا زادة بخمسينية المهرجان. الطاهر شريعة درس التعليم الابتدائي وبعد التحق بالمدرسة الصادقية وبعد تحصل على شهادة البكالوريا ثم التحق بمعهد الدراسات العليا بتونس وكان من مؤسسي جمعية الطلبة التونسيين عام 1950. اشتغل أستاذ بالتعليم الثانوي ثم مدير مصلحة السينما بوزارة الثقافة في مطلع الستينات، وساهم زاد في تأسيس الجامعة التونسية لنوادي السينما FTCC اللي أفضت فيما بعد إلى تأسيس أيام قرطاج السينمائية. الطاهر شريعة قام شامخة في السينما التونسية، جعل من الصورة أداة النضال والتعريف بإفريقيا وأسس حوار ولقاء بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، كما عنده الفضل في تنظيم القطاع السينمائي من خلال مجلة الصناعة السينمائية، كما أشرف على قسم السينما في وكالة التعاون الفني والتقني اللي أصبحت تعرف بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية. ساهم أيضا في تأسيس مهرجان السينما الإفريقية بواغادوغو ببوركينا فاسو سنة 1971 ومهرجان مقاديشو بالصومال. الطاهر شريعة شغل منصب خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وعنده عديد الإصدارات حول السينما والثقافة وترجم الشعر من وإلى العربية، وفي النقد السينمائي في مجلات تونسية وأجنبية، وشارك أيضا في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية دولية. طاهر شريعة الملقب بأبو السينما التونسية تحصل على الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان القطاع الثقافي سنة 2007 من رئاسة الجمهورية. في الدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية سنة 2010 تم تكريم طاهر شريعة اللي كان على كرسي متحرك، وبعد أيام قليلة من تكريمه ونهار 4 نوفمبر 2010 التحق الطاهر شريعة بالرفيق الأعلى، الأب الروحي للسينما التونسية والأفارقة، باش يبقى في الذاكرة لأنه يحب السينما وعلمنا حب الحياة. How it goes.